بلاسخارت اليوم التقت بالسيد حسن الكعبي، تذهب إلى الجهات الحكومية المنظمات كأنها لا تبدو مهتمة كثيرا بما يجري لحال المتظاهرين. لماذا تذهب في كل حادثة؟ ذهبت إلى ما يعرف بالخال قبل فترة معينة، اليوم تذهب إلى السيد الكعبي، لماذا لا تذهب إلى المتظاهرين وتناقشهم بما يجري؟ الحقيقة وهذا ما يزيد من ألمنا ألما آخر صراحة، الكون الذي تلتقي بهم هم الذين يقودون السلطة، والسلطة هي الآن تتغاضى عن هذا القتل الممنهج والمقصود ضد المتظاهرين. تصور يا أخي، هنا في الناصية لدينا أكثر من 140 أو 138 تعديد شهيد، كل جرائم هذه القتل ولم يتم تحديد حتى اتهام، حتى أصابع الاتهام لا تستطيع السلطة بما فيها السلطة المحلية أو حتى السلطة المركزية، لم تستطيع لحد هذه الدقيقة لحد هذه اللحظة ترفع حتى اتهام على جنابكم. لا وجود لأي اتهام لأي مجرم ولا لأي جهة. كيف بالوقت الذي يتم يعني لا تثق بالحالة التي خرج بها إعلام وزارة الداخلية اليوم، ربما يعني قبل ساعات قليلة من يوم أمس، بأنه خلاص تم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة بحق والد الناشط، أليس ذلك كافيا برأيك؟ أخي العزيز، شر البلية ما يطفك. أنا أوجه نداء إلى الأخوة في شقة ميسان، ونداء مباشر ليقوموا بعرض هذا الشخص وكيف تم إلقاء القبض عليه. إذا آخر شهيد، أنا أتابع الأخبار منذ ليلة أمس لحد هذه اللحظة، منذ استشهاد أبن الناشط المدني المغيب علي الشاسي، أنا أقول كيف تم إلقاء القبض على هذا الشخص؟ هذا أولا. ومن قام بالشكوى؟ من قام بالشكوى؟ إذا كان الأخ شقيق المغدور هو يقول بأننا ليس لدينا عدا عشائري، علينا أن نكون نتحدث بواقعية ووضوح جدا. كيف؟ وكيف استطاع الوصول لا يقولوا بأنهم قد ألقوا القبض على هذا المجرم؟ نعم، احنا نتمنى إلقاء القبض على كل المجرمين والقتله، لكن نريد أن نعرف إذا كان أهل المغدور أو أهل الشهيد أو أهل المقتول لم يقدموا شكوى ضد شخص معين، هل الحكومة علمت لوحدها وذهبت إلى القاتل جميل جدا القبض عليه؟ جميل جدا.